أنا سامي حداد، صاحب أول شركة تصنيع آلات إيقاعية في الأردن. أنا بعزف آلات إيقاعية من أكثر من 11 سنة، بعزف تقريباً على معظم الآلات الإيقاعية الشرقية والغربية الإفريقية منها. أنا من البداية حاولت أنه أعزف على هاي الآلة، آلة الكاخون، لكن ما كانت متوفرة بالأسواق. كنت أحضر لها كثير فيديوهات من موسيقيين عالميين سواء بإسبانيا أو بالوطن العربي، حتى ما كانت متوفرة داخل الأردن، وهذا اللي شجعني على أني أعمل الآلة. كثير حضرت فيديوهات لحتى أتعلم كيف بصنعوها، وعرفت السر وقدرت أني أصنعها. حالياً الآلة هاي تصنيعها هو عبارة عن إما خشب طبيعي أو خشب اللي هو بيحكوا له خشب تجميع، خشب بلاي وود. هي عبارة عن صندوق داخله تفاصيل صغيرة لوضع الأوتار أو السنير داخلها. من بعد ما لقيت تشجيع من الموسيقيين داخل الأردن، هذا دفعني للتقديم لمركز تطوير الأعمال. مركز تطوير الأعمال وفر لي الدورات اللازمة لفتح المشاريع. نفس الوقت قدموا لي من خلال عزم المنحة اللازمة لفتح مشغل وبدء بتصنيع الآلات الإيقاعية. حالياً صار لي سنة تقريباً فاتح مشغلي الخاص، وثلاث سنين قبل هيك كنت بصنع آلات إيقاعية منجرة خاصة فيه. تسويقي كان كله داخل الأردن، قدرت أوصل لجميع المحافظات في المملكة. قريباً إن شاء الله رح نفتح مجال التصدير لخارج الأردن سواء الوطن العربي أو العالم كامل.